نأتي مشاهدينا الأعزاء إلى آخر فقرة في فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وهي جلسة صراحة، وهي طبعا جلسة حوارية راح نتناول فيها عدة محاور. أول محور راح يكون فشل الهدنة ومهمة الإبراهيمي وماذا سيترتب عليها، مؤتمرات المعارضة المختلفة والدعوات من أجل توحيدها، التجاذبات الإقليمية والعالمية للأزمة السورية، الحلول الممكنة وكيفية التوصل لها. من أجل مناقشة كل هذا معنا عبر برنامج سكايب الأستاذ ماجد حبو من ستوكهولم، وهو مسؤول ملف حقوق الإنسان في هيئة التنسيق الوطنية، كما هو عضو في قيادة فرع المهجر لهيئة التنسيق الوطنية. بعد ذلك سيقوم بمداخلة تليفونية الأستاذ سمير مطر من ألمانيا. بداية نرحب بالأستاذ ماجد حبو معنا على سكايب. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا بك ومبروك بداية افتتاح هذه القناة، قناة صدى المواطني، وبقدم التهنئة على هذا الإنجاز المتواضع من أجل المواطن السوري. تحية لك كل مشاهديك. شكرا لك أستاذ ماجد. هو برنامج لحد الآن ولم يصل لدرجة أن يكون قناة، نأمل في المستقبل فعلا أن نصل لأن ننشئ قناة تخص المواطنة وصوت المواطن السوري. راح نبلش معك أستاذ ماجد بهدنة العيد وما ترتب عليها من قناعات ربما قديمة لكنها ترسخت مجددا، يعني أننا بحاجة ماسة فعلا للمساعدة من أجل الخروج من آتون العنف هذا، أليس كذلك؟ كيف قيمتم أنتم سقوط الهدنة منذ الساعات الأولى؟ يعني بداية ممكن واحد بيجي بيقول أنه الأطراف الموجودة على الأرض في سوريا حقيقة بالدرجة الأولى النظام السوري كان خياره خيار عنفي مسلح منذ البداية، وهذا يدفع مع مسألة إيقاف العنف. والأطراف المسلحة الأخرى سواء كانت بغطاء سياسي من منظمات أو من هيئات تابعة للمعارضة السياسية أو منظم مجموعات خاصة تعمل بأجندة خاصة مثل الجهاديين والسلفيين، هدول الفريقين الأساسيين هدول ما لهم مصلحة بإيقاف العنف حقيقة، وبرز بشكل واضح موقف جبهة النصرة في هذا المجال. تأكيد. مسألة إيقاف العنف هي حاجة سورية، هي حاجة للشعب السوري أولا، ولكن كلياتنا مثل ما بنعرف أنه النظام في سوريا لا يعني بالدرجة الأولى مصلحة المواطن السوري، والمجموعات المسلحة أيضا لا تعنيها هذا الأمر. فمسألة الهدنة كانت منذ البداية هي بالون اختبار وجس اختبار للأطراف الموجودة على الأرض لإمكانية تحديد فرز ولو مبدئي مين هي الأطراف اللي قابلة للحوار السياسي في المرحلة القادمة. طبعا كلياتنا بنعرف أنه تم خلق الهدنة من الفريقين، من النظام ومن المجموعات المسلحة، اللي بالأساس مثل ما يعني متفقين سلفا أنه ما لها مصلحة بإيقاف العنف. نعم. طيب ما هي الخطوة القادمة إذن أستاذ ماجد؟ يعني أنتم في هيئة التنسيق الوطنية قمتم بإجراء المؤتمر الوطني للإنقاذ في الداخل السوري، ودفعتم ما دفعتموه من معتقلين مثل الدكتور عبد العزيز الخير وماهر الطحان وإياس عياش وغيرهم أيضا، يعني ماذا أنجزتم منذ تاريخ ذلك المؤتمر؟ ما هي الخطوات القادمة التي تنوون القيام بها؟ نريد أن نعرف هل هناك مجال فعلا لإنشاء عملية تفاوضية في المستقبل؟ ما هي أفق الحلول القادمة؟ يعني بداية بدنا نقول ماذا كان يعني المؤتمر الإنقاذ في سوريا برأي هيئة التنسيق وبرأي المتواضع. مؤتمر الإنقاذ في سوريا كان هو يعكس حاجة المواطن السوري وحاجة المجتمع السوري إلى الخيار الوطني الديمقراطي السلمي في عملية التغيير الجذري في سوريا.
الذي تبدأ مثل ما أعلن المؤتمر عن نفسه بإسقاط النظام السياسي بكافة متكساته ورموزه. هذا المشروع أو هذا الخطاب النظري كان تجسيده العملي من خلال إيجاد محاولة إيجاد جسم سياسي وليس تنظيمي للقوى السياسية الوطنية الديمقراطية في الداخل السوري تحديدا في مواجهة الخيارات الأخرى المطروحة علينا، سواء كان بالدرجة الأولى هو خيار النظام في المواجهة المسلحة تجاه شعبه، أو سواء كان من المجموعات التي تعتقد أن الحل العسكري هو المدخل لإسقاط النظام. وكلنا بنعرف أن الاستعصاء اللي وصل له هذا الأمر كلف في حياة المواطن السوري ألف عشرات الألاف من القتلى، الأعداد وصلت تقريبا ل 40-50 ألف قتيل ومئات ألاف الشهداء المهجرين. فضمن هذا المعنى كان أهمية مؤتمر أنقاذ سوريا في دمشق تحديدا هو لإيجاد جسم سياسي للمعارضة السياسية الوطنية الديمقراطية، وليس كان المطروح أبدا مقدمة للحوار مع النظام أو للتفاوض مع النظام. مسألة الحوار مسألة مطروحة وقائمة في العمل السياسي عموما، سواء إذا كان المخرج من الأزمة التي يمر فيها البلد هو الحوار مع أطراف من داخل النظام التي لا تمارس أو التي لا تقبل بالحل العنفي العسكري، فيعني ما المانع من ذلك إذا كان المقصود فيها هو الخروج من المأزق اللي عم نعاني منه باتجاه مرحلة سياسية قادمة يشارك فيها جميع السوريين على قدم المساواة، سواء أطراف من داخل النظام أو القوى السياسية الموجودة في البلد. هلا هذا ما حدث بالنسبة في المؤتمر. ما استتبع المؤتمر هو أن المؤتمر اعتبر حاله في حالة انعقاد دائم من خلال ورشات العمل التي تم تشكيلها. هذه الورشات أهم نقطة فيها هو حمل هذه الدعوة إلى كل شرائح المجتمع السوري وقوى السياسية الموجودة بالداخل من أجل تشكيل مجموعة ضاغطة مثل ما سميناها تتبنى الحل الوطني الديمقراطي السلمي. نعم، هذه الورش هل أنتجت شيء إلى هذه اللحظة أستاذ ماجد؟ يعني في محاولات لتوسيع دائرة اللقاء التي تمت بدمشق بلقاءات ممكن تتم في عاصمة عربية بالدرجة الأولى بالتحديد، يفضل قياسا على عاصمة أوروبية، لاستدراك مسألة الحاجز الأمني الذي كان يعيق بعض القوى المشاركة أنه تشارك في المؤتمر. ضمن هذا المعنى ممكن يكون في لقاء موسع أوسع حمل هذه الرؤية إلى كل القوى السياسية للتوافق على حد أدنى بشكل الخروج من الأزمة اللي مثل ما سمينا الحل الوطني الديمقراطي السلمي، مع تأكيد طبعا على حق المواطن السوري بالدفاع عن نفسه. ضمن هذا الإطار ربما يكون هناك لقاء قادم موسع لأوسع قدر ممكن من القوى والشخصيات الوطنية السورية في عاصمة عربية في المرحلة القادمة. طيب، نحن ترقبنا ماذا ما يقوم به الأستاذ الأخضر الإبراهيمي. لقد كان في الصين بالأمس، ومن قبلها كان في روسيا، وقبل ذلك قام بجولة إقليمية طالت السعودية، لبنان، العراق، تركيا. يعني يبدو أن رجل لن يقصي أحدا على ما يبدو، وهو الآن في مصر. هذه التحركات برأيك كيف يمكن تقييم من هذا القبيل؟ يعني أنا باعتقاد هيئة التنسيق وباعتقادي الشخصي أنه التوافق الأساسي والوحيد الذي تم التوافق عليه بين القوى الدولية من خلال اجتماع جنيف أو القوى الإقليمية أو القوى المحلية هو اتفاق النقاط الست في اتفاق جنيف. هذا الاتفاق حدث عليه توافق بين جميع الأطراف، ولكن المشكلة هي في آليات التنفيذ. هذه الآليات التنفيذ هناك ترجمات مختلفة تتباين ما بين الموقف الروسي وما بين الموقف الأمريكي من جهة والموقف الفرنسي الذي يغني خارج السر. بتقديري هو أنه الأخضر الإبراهيمي يعمل على
ضخ دماء جديدة في هذا الاتفاق أو توسيعه أو إضافة عناصر جديدة له، ولكن بالمحصلة هو اتفاق سياسي يؤدي إلى وقف العنف أولا، وحوار سياسي ليشكل مخرج للأزمة السورية. ضمن هذا المعنى هناك فرقة تعتقد أنه جولة الأخضر الإبراهيمي يعني مهمة جدا في هذا السياق، أنه تدوير الزوايا مثل ما بيقولوا الحادة من أجل الوصول إلى تفاهمات خارجية. للأسف كون الأزمة في سوريا حاليا تمر في مرحلة الصراع على سوريا أكثر ما هو صراع في سوريا. ما يؤلم أنه هناك أطراف من المعارضة للأسف ما تزال تعتقد أنه مهمة الأخضر الإبراهيمي غير قابلة للحياة، وتطالب بمزيد من التسليح وتطالب بمزيد من العسكرة. كلنا نعرف أن هذا الخيار لا يلقى رواج لا في عواصم القضاء الأوروبي ولا يلقى رواج في بعض القوى المحلية أيضا الإقليمية الموجودة، وبالدرجة الأولى لا يلقى رواج عند المواطن السوري أساسا، في حين تكلفته تكلفة عالية جدا، تكلفة في الإنسان وفي الوطن. عظيم. طيب أستاذ ماجد، يعني أنت تفضلت وقلت أنكم تطمحون لأن يكون المؤتمر القادم الذي يشمل جميع أطياف المعارضة ربما يجب أن يكون في عاصمة عربية. يعني هناك وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر صرح منذ أيام على أنه ينوي أو تنوي الحكومة المصرية إقامة هذا المؤتمر في مصر، وشدد على الدور المصري، ومن ثم قال أن الجامعة العربية بإمكانها المشاركة. يعني هناك تشديد على الدور المصري، وهو على ما نقيمه ربما يكون إشارة لأن مصر عادت لتلعب دورها الإقليمي. بالمقابل هناك قطر تهيئ أيضا لمؤتمر في بين الثالث والسابع من هذا الشهر، عقد من عدة أيام مؤتمر آخر في إسطنبول للمعارضة السورية وانتهى ببيان يوم أمس. إيران أيضا عرضت لأن تستضيف مؤتمر للمعارضة. الصين قدمت خطة رباعية من أجل الحل في سوريا. يعني هناك تجاذبات إقليمية ودولية بشأن الأزمة السورية على ما يبدو. كيف تقيمون هذا أنتم؟ أي جهة تفضلون دعنا نقول يمكنها تبني مؤتمر المعارضة القادم؟ يعني بداية هناك إسهال في المؤتمرات حقيقة. هذا الإسهال يعني الكل يحاول أن يحصل على دور مميز له في المسألة السورية أو في الأزمة السورية. برأيي الشخصي أي مؤتمر المعارضة يجب أن يقوم على قواسم أساسية متفق عليها سبق أن توافقت عليها المعارضة في مؤتمر الأول اللي عقد أو مؤتمر اليتيم اللي عقد في القاهرة، أو في التوجهات الأساسية لها. هي وثيقتين أساسيات، وثيقة العهد الوطني ووثيقة المرحلة الانتقالية. بالنسبة لنا نحن في هيئة التنسيق نعتقد أنه وثيقة المرحلة الانتقالية هناك كثير من النواقص وكثير من السلبيات التي تشوبها، ولهذا السبب سجلنا ملاحظاتنا عليها في المؤتمر أثناء وجودنا. ونعتقد أنه هذا التوجه، بمعنى التوجه الذي ما يزال البعض من أطراف المعارضة السورية تعتقد بأن الخيار العسكري هو الخيار الأنجح في مواجهة النظام، أو تدعم ما يسمى بالجيش السوري الحر، أو تدعم المجموعات العسكرية، نعتقد برأيي هذا خيار قاتل بالنسبة للثورة السورية أولا وبالنسبة للشعب السوري. ضمن هذا المعنى أي توافق بين المعارضة السياسية في أي مؤتمر كان ليس مهما أين يعقد، بقدر ما مهم ما هو المشروع السياسي الذي يقوم عليه. نعتقد في هيئة التنسيق والأحزاب التي شاركت معنا في مؤتمر الإنقاذ بأنه المشروع الوطني الديمقراطي السلمي هو المدخل الوحيد والمعرض الاضطراري والإجباري للخروج من الأزمة السورية، وخصوصا في ظل يعني تقاعس غربي عن دعم الشعب السوري، أو حتى المجموعات المسلحة لم تتلقى الدعم التي وعدت فيها.
حتى ما يسمى بالدعوات التي أطلق المجلس الوطني بأنه والله رح نحصل على دعم عسكري وتدخل عسكري، وضح تماما أنه هذا أفق مسدود. هذا كلياته يفسر هاي الحالة العالية من تشكيلات المعارضة. وبرأيي بدنا نميز بشكل أساسي بين المؤتمرات الثلاثة التي مسمع القيام فيها، أو الاثنين مسمع القيام فيه، لأنه في واحد حدث مبارحة في إسطنبول بزعامة أو برئاسة رضوان زيادي، وكمان كان في محاولة تشكيل حكومة منفى. المعتقد أو المرجح أنه باجتماع مؤتمر ما يسمى المعارضة السورية أو إعادة هيكلة المجلس الوطني التي راح تتم في قطر، هو محاولة برأي أمريكية غربية لضرب كل المرتكزات التي قامت عليها الثورة السورية وأحد تمثيلاتها بالنهاية المجلس. نعم سيد ماجد، يعني إذا سمحت لنا بخصوص هذه النقطة بالذات، دعنا نشرك معنا الأستاذ سمير مطر من ألمانيا، وهو ممثل حزب الحداثة والديمقراطية، كذلك وهو حزب ضمن تشكيلات المجلس الوطني السوري، وربما يستطيع أن يوضح لنا ما تبناه مؤتمر إسطنبول من بيان ختامي. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير. مساء الخير، تحياتي، شكرا لك، وتحية للصديق ماجد لضيفك الكريم. يا أهلا وسهلا فيك. أهلين. بداية أستاذ سمير، يعني أردت أن أسألك إن كنت شاركت في مؤتمر المعارضة في إسطنبول شخصيا، يعني مشاركة شخصية من خلال الحزب الذي تمثله، وما هو رأيك بالنسبة للبيان الختامي الذي صدر عنه؟ أنا شخصياً لم أشارك، ولكن إحنا كون حزب الحداثة ضمن الائتلاف العلماني، فكان عندنا ممثلين عن الائتلاف العلماني اللي شاركوا هناك. طبعاً بالنسبة لمؤتمر إسطنبول، هو طبعاً من المؤتمرات الكثيرة التي تحدث حالياً في عالم المعارضة السورية. هي نظريا يتوقع أن تكون هذه المؤتمرات ذات طابع إيجابي، تؤثر أو تعطي للثورة السورية دعما إلى الأمام، في حال افترضنا أن هذه المؤتمرات تقوم على أسس واضحة، تنظم بشكل جيد. المؤتمر من وجهة نظري قام أو كان داعم للثورة السورية. الشيء الإيجابي أيضا هو أنه كان المشاركة فيه أكثر مما كان متوقعا، وخاصة المؤتمرات السابقة التي كانت مرتبطة بالمجلس الوطني. نحن في حزب الحداثة بشكل عام غير راضين عن عمل المجلس الوطني، والائتلاف العلماني علق نشاطه هناك منذ فترة بسبب التقاعس وبسبب المشاكل الداخلية داخل المجلس، لأنه هو لم يواكب الثورة ولم يكن يعني في المستوى الذي تتطلع إليه الثورة. لذلك نحن مطالبنا واضحة تجاه المجلس الوطني وتجاه قوى المعارضة الثانية. نقطة رئيسية هي المعارضة السورية متفقة على شيء معين، شيء واضح، هو نجاح الثورة السورية ضد الاستبداد الذي يقوم به نظام بشار الأسد. للأسف هناك الكثير من المعارضين التقليديين الذين ينسون هذه النقطة الرئيسية. هناك خلافات لا داعي لها بتاتا، بدل توحيد القوى تصبح هناك سجالات على مناصب وهمية بالأساس، وبالتالي بدل تركيز كل الجهود لتوحيد القوى نظريا وعمليا لإسقاط هذا النظام المجرم، يصبح هناك تشتت
في عمل القوى وخاصة المطالب الدولية التي تطلب توحيد المعارضة على الرأي واحد. الرأي الواحد موجود هو إسقاط النظام، يجب أن نركز على هذه النقطة وبعدها نستطيع أن نتفق. معك أستاذ سمير، لكن هيئة التنسيق الوطنية مثلا لم تدعى على مؤتمر إسطنبول، إذا كان الهدف هو توحيد المعارضة ألا يجب أن نصل على الأقل للحد الأدنى من الاتفاق والتوافق فيما بيننا كمعارضة يعني سورية أتكلم؟ نعم، أنا لست من المنظمين. لكن برأيك لماذا لم تدعى هيئة التنسيق الوطنية؟ بشكل عام مثل ما قلت لك، هذه ليست المرة الأولى الذي يصير هناك تباين في مستوى الرأي ومطالب شخصية، إن كانت هيئة التنسيق أو قوى معارضة أخرى مثلا يطالبون بدعوات شخصية لهم. هذه أنا من وجهة نظري قضايا ثانوية، القضية الأساسية هي قضية إسقاط النظام، يجب أن لا ننسى ذلك، هذا شيء رئيسي، هذه هي القواسم المشتركة التي تحدث عنها قبل قليل صديقي ماجد، هذه القواسم المشتركة يجب أن نركز عليها. أنا هدفي مشترك، إذا كانت هدف مثلا هيئة التنسيق إسقاط هذا النظام فلتعمل على ذلك بكافة الجهود التي هي مقتنعة بها، وأنا إذا كنت حتى ولو هناك تباين بيننا وبين هيئة التنسيق بالطرق المؤدية إلى إسقاط النظام، لكن هناك قواسم مشتركة يجب أن نوحد الجهود لإسقاط هذا النظام. طيب. نحن يعني إذا كنا، أنا ما بدي أدخل في سجال الآن مع هيئة التنسيق أو مع قوى معارضة ثانية، أنا بالنسبة إلي كما يقول المثل السوري المعارضة متشتتة ونظام بشار الأسد يضحك في عبو، هذه هي المشكلة. بالتأكيد. لذلك يجب علينا أن نركز جهودنا كاملة لوقف يعني هذا الاستبداد القاتل على الأرض السورية، وبالتالي وصلت الفكرة أستاذ سمير. سؤال أخير إذا سمحت، يعني مؤتمر إسطنبول تبنى عملية دعم الجيش الحر والحظر الجوي والمنطقة العازلة وحكومة المنفى تبعا لتصريحات هيلاري كلينتون الأخيرة، والتي قالت بما معناه لم يعد من الممكن النظر إلى المجلس الوطني السوري على أنه الزعامة المرئية للمعارضة، يمكن أن يكون جزءا من المعارضة التي يجب أن تضم أشخاصا من الداخل السوري وغيرهم. إذن هناك أيضا تحول في عملية رؤية المجلس الوطني كممثل وحيد للشعب السوري. كيف يمكننا أن نسعى إلى توحيد المعارضة بينما تصدر بيانات عن مؤتمرات مختلفة حقيقة لا تضع قواسم مشتركة بين المعارضة السورية؟ كيف يمكننا ذلك؟ يا سيد الكريم، القضية هي طبعا هيلاري كلينتون، هذه مطالب موجودة كانت من الأساس، وهي من وجهة نظري ليست جديدة. القضية وما فيها، نحن نؤمن بشيء واحد، يجب الحفاظ على السلم الأهلي. النظام مجرم، نعرف كل هذا الشيء، وقاتل الآن يقصف النظام المدن السورية بالطيران، وهذا الشيء خطير جدا. لذلك نحن طالبنا بحظر جوي، لأن السلم الأهلي أصبح تدميره وصل إلى مراحل متقدمة كثيرة. فالقضية وما فيها أن ليس فقط السلم الأهلي تدمر أيضا قوى الجيش، تدمرت البلد، تدمر الاقتصاد السوري، صارت خروقات البنية التحتية للمجتمع السوري تدمرت. إذا وصلنا لنتيجة هي لو كان هناك حظر جوي منذ البداية لكان استطعنا تقريبا تشكيل تهديد قوي لنظام بشار الأسد. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا السجال ما هو فوائد وعدم فوائد، نحن مقتنعون بهذا الشيء وطالبنا فيه أكثر من مرة. الشيء الرئيسي الآن هي ليست قضية حكومة منفى، طبعا حكومة المنفى هو مطلب غربي، وطبعا هذا شيء ضروري جدا، وعلى المجلس الوطني أيضا إعادة هيكلته. وإذا كان المجلس الوطني، هذا انتقادنا احنا تجاه المجلس الوطني وتجاه قوى المعارضة
المعارضة الثانية التي لم تصل مثل ما قلت قبل قليل إلى أهداف الثوار في الداخل، وهذا مطلبنا أن الاستماع إلى ما يطالب به الثوار في الداخل، لأنهم يتحملون الجزء الكبير في مواجهة هذا النظام. هي عندما لا يستطيع المسؤولون إذا كانوا في المجلس الوطني أو غير المجلس الوطني على تحمل المسؤولية تجاه حماية الشعب السوري، فعليهم ترك المجال لآخرين لنستطيع التقدم للأمام. النظام للأسف استطاع من خلال 40 سنة من الاستبداد على عرقلة العمل المعارضة وما أدى إلى تصحر عمل المعارضة، وهناك للأسف وقع الكثير من المعارضين التقليديين وقعوا ضحية أيديولوجيات كثيرة إلى آخره، ولم يستطيعوا التخلص منها في وقت أصبح النظام مستشرس ومبدع في إجرامه تجاه الناس. لذلك يجب أن نتحرك، يجب أن ننقذ السلم الأهلي، التركيبة الفسيفسائية الموجودة في سوريا وبأسرع وقت ممكن، وإلا سنخسر البلد سلم يعني اجتماعيا اثنيا اقتصاديا وعسكريا، وتعم الفوضى. عندما تعم الفوضى سيصبح التدخل الخارجي موجود 100% من كافة الأطراف. نعم. ولن نستطيع عندها فعل أي شيء. شكرا لك أستاذ سمير مطر على هذه المشاركة، كنت معنا من ألمانيا، شكرا لك. عودة مرة ثانية إلى الأستاذ ماجد حبو. يعني أنت سمعت الأستاذ سمير مطر منذ قليل وتكلم عن عملية الحظر الجوي وقال أنها ضرورية. برأيك أنت هل هي ممكنة بداية، وما هو ضررها إن هي طبقت في سوريا؟ يعني مشكلة أنه أخ سمير ما عاد موجود، أنا كان في كتير ملاحظات بدي أقول أحكي عليها. يعني أول شيء أنه تهجم على المعارضة التقليدية وكأنه يغمز من قناة بعض القوى السياسية. أنا برأيي أنه أكثر واحد أساء للحياة السياسية في سوريا هو تجربة الأخوان المسلمين بالـ80 وإعادة تشكيل تجربتهم تحت مسمى المجلس الوطني في 2011. هدول هن المسؤولين الأساسيين عن كل من يدعى إلى المواجهة المسلحة مع النظام السياسي في سوريا، وعلما كانت كل القوى السياسية في سوريا في 2007 بإعلان دمشق كانت كلها موافقة على التغيير السلم الديمقراطي الذي يقوده النظام. فهذا يعني هاي أمر. مسألة الحظر الجوي الكثير يطالب فيها بدون ما بيعي أنه هي بالأساس لا يمكن أن تتم إلا بقرار دولي من مجلس الأمن وبالتحديد تحت البند 7. السؤال مو في حال إقامتها، السؤال كيف يمكن أن نزيلها فيما بعد. يعني للعلم أنه العراق من 2005 إلى 2012 وما تزال تحت البند 7. مسألة الحظر الجوي تعني بكل بساطة ضمن الفقه السياسي وضمن الفقه الوطني هي تدخل خارجي. كيف يسمح لنفسه معارض سوري أن يقبل بتدخل خارجي في سوريا، بمعنى انتقاص من السيادة الوطنية في سوريا؟ ثم ما معنى حكومة منفى؟ يعني هناك تناقض أساسي بالتوافق الذي تم في مؤتمر القاهرة، تنص بشكل واضح أنه تبدأ المرحلة الانتقالية مع إسقاط بشار الأسد. هذه المرحلة الانتقالية تتضمن شرط أساسي واجب اللزوم هو عقد مؤتمر وطني عام شامل لكل القوى والفعاليات الاجتماعية في سوريا في الداخل، تنبثق عنه جهة تشريعية تقود المرحلة الانتقالية وبالتالي تشكل حكومة. من هي الجهة الحالية التي تدعي لنفسها الحق القانوني والدستوري بتشكيل حكومة منفى؟ ما هي مرجعيتها السياسية؟ يعني هذا حكي يعني أعتقد أنه يفتقد إلى ألف باء سياسي. من المستحيل لطرف سياسي محدد أو لمجموعة من أطراف سياسية محددة
أن تطرح مسألة الحكومة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية أو حكومة منفعة. عذرا على المقاطعة أستاذ ماجد، بما أنك تكلمت الآن قبل قليل عن من هي الجهة التي سوف تحدد ما هي الشخصيات أو ما هي التشكيلات التي سوف تمثل المعارضة السورية أو حكومة المنفى، هيلاري كلينتون اقترحت قائمة أسماء بهذا الصدد، ما تعليقكم عليه؟ يعني بداية كثير من الأسماء اللي موجودة لم تبلغ، ما حدا ولم تثبت يعني هناك أسماء من هيئة التنسيق الوطني أيضا. تحت أي مشروع سياسي بدنا نتواجد؟ وعمليا هناك أقصاء أولي بالنسبة لكثير من الأطراف السياسية، يعني هيئة التنسيق ممثلة بشخص فقط حسن عبد العظيم، حزب العمل الشيوعي ممثل بشخص عبد العزيز الخير الله يفك أسره، وهدول بالأساس لم توجه دعوات لهم وما لم يثبتوا اشتراكهم. أنا برأيي الشخصي مثل ما حدث في محاولة تفريغ المجلس الوطني باتجاه الجيش الحر، عم تحدث حاليا محاولة تفريغ أخرى لما يسمى الجيش الوطني أو ما يسمى المجلس الوطني باتجاه هيئة، محاولة تعويم هذه الهيئة بحيث أنه ربما تكون طرف أشمل واسع، ولكن بالنهاية هذه الهيئة قاصرة سلفا، هي مقصورة على فريق واحد. نعم، طيب هناك الآن دعوات من قطر سوف تقوم بمؤتمر للمعارضة بين الثالث والسابع كما أسلفنا في الدوحة، وهو مؤتمر سيكون للمعارضة السورية كافة الأطياف هكذا قيل، لا نعلم إن كانوا سيوجهون دعوة إلى هيئة التنسيق أم لا، لكن في حال وجهت هكذا دعوة لهيئة التنسيق، هل برأيك أن الهيئة ستوافق على حضور هكذا مؤتمر برعاية قطرية؟ يعني أولا أنا بتحفظ على عنوان أنه مؤتمر للمعارضة السورية، هذا مؤتمر خاص بطرف من المعارضة السورية الذي هو المجلس الوطني، وأنا برأيي الشخصي كهيئة تنسيق ليس من مصلحة أي معارض سوري أو أي مواطن سوري تحطيم اللي عم بيتم فيه المجلس الوطني، علما انه هو باع الوهم وعلما انه هو قاد الشعب السوري الى معارك خاسره سلفا، سواء كان بالتدخل الخارجي او بالعسكره او الى اخره، ولكن ليس المطلوب هزيمه المجلس الوطني على كل الصعد كما يحدث اليوم. المؤتمر المزمع عقده في قطر هو مؤتمر خاص بالمجلس الوطني ومحاوله اعاده تجميله او اعاده انتاجه وفق أسس جديدة، وبرأيي الشخصي أكثر هو محاولة لحرق بعض الشخصيات الوطنية التي ما تزال خارج المجلس الوطني، على سبيل المثال واحد مثل رياض سيف ما هي شخصية وطنية، هي محاولة لحرقه. المجلس الوطني يحتاج إلى إعادة إنتاج نفسه، ولكن ليس على أرضية مؤتمرات جديدة، على أرضية مشروع سياسي جديد. ما يزال مشروع المجلس الوطني هو مشروع، هو الخيار المسلح العنفي، وهذا أمر متفق عليه. النقطة الأهم برأيي هذا المؤتمر هو إجابة أمريكية تجاه الموقف الروسي المتشدد، الموقف الروسي المتشدد الذي يقول بأنه ليس هناك أي مرحلة انتقالية بدون الأسد، وهذا نوع من المزاودة السياسية. الأمريكان في محاولة تلاقي مع الروس في منتصف الطريق، هن عم بيحاولوا إعادة إنتاج المجلس الوطني بطريقة موسعة كممثل أوسع للمعارضة السورية، هذا هو فقط. أما بالنسبة لمشاركة هيئة التنسيق فأعتقد جازما أنه لم توجه دعوات، وفي حال وجهت فهيئة التنسيق ترفض الانضمام أو المشاركة تحت سقف المجلس الوطني. طيب أستاذ ماجد، هناك مسألة خطيرة تحدث في الشمال السوري، هناك من أعداء المعارك الآن تدور في الشمال السوري خصوصا في محافظة إدلب، هناك محاولة للسيطرة على مدينة أو بلدة حارم الحدودية، وهناك من جانب آخر تصريحات إردوغان من ألمانيا الذي يقول أنه لا مجال لإقامة منطقة عازلة في سوريا إلا
بقرار من مجلس الأمن الدولي، لكن في المقابل هناك مجموعات من المسلحين تحاول فعلا إقامة هذه المنطقة العازلة. هل برأيك أن تركيا لقناعتها الأكيدة أنه لا يمكن أن يكون هناك منطقة عازلة بقرار دولي، قامت بتزويد المعارضة السورية المسلحة في الشمال لإقامة هذه المنطقة بطريقة أخرى، إن أحسن التعبير؟ يعني بداية لا يستطيع الإدارة التركية أن تقوم بأي دور استراتيجي فيما يخص الملف السوري بدون الموافقة والضوء الأخضر تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الناتو، كونه عضو أساسي كونه عضو بحلف الناتو. هذه نقطة. النقطة الأولى الثانية أنه هناك سعي محموم لسحب الملف السوري من أيدي بعض الفرقاء. هذا السعي عم بيقوم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية عم بتقوم فيه وبتنفيذ القطري. إدراك الأتراك أنه هناك بعض المصالح الحيوية الخاصة فيهم فيما يخص سوريا، وكان يعتقدوا أنه راح يكون لهم دور إقليمي أكبر، عم بيقوموا بعملية تسخين لبعض المواقع على المستوى العسكري وتسخين على المستوى السياسي، كما حدث في مؤتمر امبارحة بأنه يحاولوا الإيحاء بأنه المعارضة السورية موجودة في إسطنبول، وأنه إسطنبول هي الباب العالي اللي لازم نرجع له فيما يخص الشأن السوري. باعتقادي أنه هناك محاولة لسحب بعض الأوراق من يد الأتراك فيما يخص الملف السوري. ثم هناك الخطر الآخر المهم جدا، أو الملف الكردي الذي يشكل يعني الخاصرة الموجعة بالنسبة للأتراك. ضمن هذا المعنى يحاول الأتراك خلق شروط جديدة على الأرض، بحيث أنه بيكون لهم أوراق في المساومة القادمة في ما يسمى التوافق الدولي اللي حدث في اتفاق جنيف. اتفاق جنيف هو السقف الأعلى لكل ما يخص الملف السوري، ولكن المسألة هي أنه هذا الاتفاق من أجل الجلوس والتوافق عليه يحتاج إلى تحديد عناصر القوة اللي موجودة على الأرض. من هي الأطراف التي تشكل عناصر القوة على الأرض؟ ضمن هذا المعنى يحاول الأتراك حاليا خلق عناصر قوة جديدة خاصة فيهم، يحاول المجلس الوطني كذلك هذا الأمر. ولكن السؤال المهم أنه هذه الأطراف ما تزال داعمة للعنف، واتفاق جنيف ينص على وقف العنف. كل ما يحدث في يعني ربع ساعة الأخيرة هو محاولة فرض شروط جديدة على الأرض من أجل الدخول في مرحلة التفاوضات القادمة. نعم أستاذ ماجد، حقيقة أود الخروج أيضا قليلا عن هذا الموضوع والتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان في سوريا بصفتك طبعا مسؤول حقوق الإنسان في هيئة التنسيق الوطنية. يعني ما زال النظام يستخدم القمع والاعتقال والاختطاف والتعذيب وكل أنواع القمع المعروفة والتي تعود عليها الشعب السوري. ماذا تقومون أنتم خلينا نقول يعني المساعدة في التخفيف من حدة هذا القمع عن الشعب السوري من جانب، ومن جانب آخر ماذا تقومون، ما الذي تقومون به في حال كانت الفصائل المسلحة وليست القوات النظامية هي من يمارس الاختطاف والقتل والتعذيب؟ من المهم جدا الإشارة أنه أزمة المواطن السوري كانت خلال 40 سنة هي مع نظامه السياسي، ولكن في يعني بدنا ممكن نقوله بكل صراحة وجرأة أنه بست أشهر الأخيرة أصبحت مشكلة المواطن السوري مشكلة مزدوجة على المستوى الحقوقي والمستوى القانوني، مشكلة مع نظامه السياسي الذي صنف الحراك الثوري بأنه عصابات مسلحة، ومشكلة المواطن السوري مع العصابات المسلحة اللي حقيقة الجميع يقول بوجودها وهي تعترف عن نفسها، وكلاهما يمارسان نفس الآلية، كلاهما يمارسان لغة القتل والرصاص بحق المواطن السوري.
ليس هناك أي فرق ما بين ما يمارسه النظام وما بين ما تمارسه هذه المجموعات المسلحة إلا من حيث الكم، وبعض الحالات من حيث النوع، بمعنى أن النظام هو القوة الأكثر تنظيما في المجتمع السوري، بمعنى القوة الأكثر قدرات عسكرية. ولكن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن السوري في سوريا عم تتم على كافة المستويات من هذين الفريقين المتصارعين، وبالنهاية الوطن السوري والمواطن السوري هو الضحية. بتقديراتنا ليس هناك أي إمكانية لمواجهة هذه الانتهاكات إلا بإحالة ملفات هؤلاء الناس الذين أوغلوا بالدم السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، سواء كانوا من النظام السوري أم من المعارضة المسلحة. ماذا يعني المعارضة المسلحة التي تقتل على الهوية، وخصوصا توصيف الأخضر الإبراهيمي الأخير أن هناك حرب أهلية؟ هذا التوصيف خطير جدا، يعني ذلك أن هناك أطراف تمارس نفس آلية القمع، نفس آلية الانتهاكات الجسيمة بحق المواطن السوري. هناك محاولات اللي عم بتقوم فيها هيئة التنسيق، هو في تنسيق أو في توثيق كل الحالات التي تمت فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالانتهاكات الدولية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بجرائم الحرب. وكانت يعني نستطيع الادعاء انه هيئة التنسيق هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتنظيم هذا الشيء، وتكللت الجهود في تقديم هذه الوثائق الى مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اللي بدورها رفعت تقريرها لمجلس الأمن. ولكن كلياتنا بنعرف انه محكمة الجنايات الدولية تشتغل بأحد اتجاهين، اما بتفويض من مجلس الأمن أو برئيس المحكمة الدولية أنه هو بيدعو لإنشاء مثل هذه المحكمة. وبالمحصلة المواطن السوري، أستطيع القول جازما، المواطن السوري هو ضحية نظامه الاستبدادي الدكتاتوري، وضحية الخيار العسكري العنفي أيا كانت الجهة التي عم تمارسه. أستثني وبشدة الجهات التي تدافع عن نفسها، وهذه الجهات التي تدافع عن نفسها ما تزال قليلة جدا في ظل سيادة التيار العنفي العسكري، وخصوصا ذو الخلفية الدينية المتشددة. حاليا هو من يسيطر على الأرض. دقيقتين أو ثلاث دقائق، يا ريت بتحكي لنا شوي عن الدكتور عبد العزيز الخير، بما أنك أنت عندك صداقة خاصة معه طبعا، وبما أنك كمان كنت سجين سياسي في السابق. عملنا عنه وثائق اليوم للأسف، وكنا مستنين تليفون من الداخل وما صار بسبب سوء الشبكة في سوريا. يا ريت أنت تحكي لنا شوي عن معاناة السجين وعن معرفتك الخاصة بعبد العزيز الخير في ثلاث دقائق إذا سمحت، مش أكثر. يعني بداية عبد العزيز الخير شهادتي مجروحة فيه. أولا هو رفيقي بالحزب، هو كان مسؤولي الحزبي وما يزال تاريخ الساعة. هذا الشخص على المستوى الإنساني هو يعني أقل ما يمكن أن يقال فيه، أنه تجربة السجن التي تلوث البني آدم، تلوث الإنسان، لم تستطع أن تلوثه. السجن يجعلنا سجناء. عبد العزيز الخير استطاع الإنسان اللي بداخله أنه ينتصر على السجين اللي بداخله. كلياتنا ضحايا سجن، وتحديدا السجين السياسي هو ضحية مزدوجة، ضحية فقدانه لحريته وفقدانه لإنسانيته اللي عم تتحطم بالسجن، وخصوصا مع فترات السجن الطويلة. أستطيع القول وبكل جرأة من خلال معرفتي الشخصية وعلاقتي الشخصية مع الدكتور عبد العزيز، أنه ما يزال الإنسان اللي بداخله هو الأقوى، هو المحلق. كلياتنا، كل خريجين السجون معطوبين بمنحة ما بداخلهم نتيجة تجربة المعتقل. دكتور عبد العزيز الخير استطاع أنه ينتصر على السجن وهو بداخله، واستطاع أنه ينتصر على السجن وهو بخارجه، واستطاع أكثر من هذا أن يحول السجن إلى حياة قادمة جميلة يطمح إلى كل الشعب السوري، وأولا السجين السياسي اللي بيعرف ماذا يعني الاعتقال السياسي في سوريا. الدعوة اللي بيقوم فيها أو المشروع السياسي اللي بيقوم فيه الدكتور عبد العزيز، اللي هو المشروع الوطني الديمقراطي السلمي، يعكس روح الإنسان الذي تحدى السجن.
بعيدا عن روح الانتقام، بعيدا عن روح التشفي، بعيدا عن روح المغالاة اللي بنشوفها عند البعض، ما يزال الدكتور عبد العزيز ينظر الى الوطن السوري ككل متكامل، حتى للسجان اللي كان موجود عليه بالسجن ينظر له بوصفه كمواطن سوري، ويطمح لهذا السجان ايضا بسوريا جميله وقادمه. اعتقد هذا افضل توصيف للدكتور عبد العزيز. واحسنت التوصيف استاذ ماجد، شكرا لك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. كنت معنا من ستوكهولم، نتامل ان نلتقي بك في مرات اخرى. شكرا لك ثانيه. شكرا، يعطيكم العافيه. يا هلا يا هلا. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من صدى المواطنة، على أمل اللقاء بكم يوم الخميس القادم. سهرة سعيدة ومساء الخير.